إلينا الصحفي خضر الزعنون من مستشفى الشفاء من غزة بعد خروجه من مستشفى الشفاء. خضر، أهلا بك معنا من جديد، أين أنت وما الذي يحدث من حولك بعد أن دفعت إسرائيل بالمتواجدين في مستشفى الشفاء بالمغادرة؟ اهلا بك وبكل المشاهدين. بالفعل انا الان اتحرك يعني ودقائق معدوده واصل المكان الذي انا اتواجد به وهو في حي الزيتون في قلب مدينه غزه وتحديدا بالقرب من كنيسه يعني دير اللاتين، حيث ايضا الالاف من المواطنين النازحين يعني يسيرون سيرا على الاقدام في شارع الوحده باتجاه صلاح الدين ومنه الى المناطق الجنوبيه وايضا الى مناطق مختلفه من مدينه غزه واحياء مدينه غزه. كل ذلك تم بصراحه وسط يعني تهديد على حياه النازحين الذين خرجوا قصرا من داخل مستشفى الشفاء وبينهم مرضى وجرحى ومصابين تحت فوهات البنادق وايضا وسط اصوات الانفجارات الضخمه الناجمه عن القصف المدفع وايضا القصف صاروخ من الطيران الحربي الإسرائيلي. وكانت الطريق بصراحة التي سلكناه وهو شارع الوحدة يعني تقريبا مدمر في المناطق الغربية من مدينة غزة، وعلى الاتجاهين محلات سحقت وأيضا بنية تحتية دمرت وهناك أيضا عدد من الضحايا في الشوارع وأيضا ملقونة وبعض هذه الجثث تحللت وتعفنت وخرج منها الدود. طيب خضر، أنتم الآن تتحركون بالآلاف سيرا على الأقدام تغادرون المستشفى إلى مناطق أخرى، من تبقى في المستشفى؟ هل هناك أي مصابين في الداخل؟ أي نازحين في المستشفى أو في محيطها؟ نعم، الذين تبقوا في داخل المستشفى هم قرابة 450 من الجرحى والمرضى وأيضا المصابين وأيضا الأطفال الخدج حديثي الولادة وبعض وقليل من الطاقم الطبي لا زال متواجد بين هؤلاء المرضى الذين هم لا يستطيعون التحرك. هؤلاء من الأمراض من ذوي الجروح الخطيرة والأمراض المستعصية الذين يمكن أن يتحركوا إلا عبر سيارات إسعاف، وأيضا هؤلاء الأطفال الحديثي الولادة الخدج أيضا لا يستطيعون التنقل إلا من خلال أو عبر سيارات إسعاف يتم نقلهم إلى مستشفيات الجنوب. نعم، هل بقي معهم أي أطقم طبية؟ نعم، هناك طاقم طبي قليل جدا ولكن الغالبية بصراحة غادروا المستشفى تحت تهديد الجيش الإسرائيلي الذي يعني اتخذ هذا القرار العسكري ضد كل المتواجدين في داخل مجمع الشفاء الطبي وحول المستشفى ما يشبه السكنة العسكرية وفقا لكل المتواجدين الأطباء وأيضا الطواقم الإدارية داخل هذا المستشفى. وأيضا تسمع بصراحة منذ ساعات الفجر وحتى ساعات صباح هذا اليوم ذوي انفجارات ضخمة في داخل أبنية في المستشفى وخاصة في مبنى الجراحات التخصصي، على الأقل 4 انفجارات وأنا كنت متواجد في هذا المبنى، يعني حصلت هذه الانفجارات وخاصة في الطوابق التحت أرضية وخاصة سالب 1 وسالب 2. طيب أيضا خضر، يعني في الأيام الماضية كان هناك جثث كثيرة في أروقة المجمع، هل تم دفنها أم ماذا؟ بصراحة يعني على مدار ال 72 ساعة الماضية سقط ضحايا 56 مواطنا من المرضى والجرحى والمصابين وأيضا من الخدج داخل المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهذه الجثث لا زالت متواجدة أمام ساحة المستشفى وبالقرب من جراحات التخصصي في حفرة يعني ما يشبه القبر الجماعي والتي لم تردم حتى هذه اللحظة بسبب الحصار العسكري الإسرائيلي الذي كان مضروب على المستشفى. وأيضا هناك بعض الجثث تم يعني أخذها من الجيش الإسرائيلي يعني الذي حيث قال لنا الأطباء أن الجيش الإسرائيلي اختطف على الأقل 120 جثة من الجثث التي كانت في داخل سيارة تبريد، هي سيارة موتى، وأيضا من داخل ثلاجات الموتى الجيش الإسرائيلي يعني نقل هذه الجثث لا نعرف إلى أي جهة ولكن هو نقلها عبر شاحنات تابعة للجيش الإسرائيلي. سنبقى دائما معك في كل جديد، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث خضر الزعنون، شكرا جزيلا.